أخوتي أخواتي، السلام عليكم. هذا علاء الدين من ولاية كاليفورنيا. ابتسم، it's a new day. Be active. السلام عليكم. صباح النور أخوتي أخواتي. شو إن شاء الله نمشيو نفطرو. يا نفطرو شي حاجة زوينة. ايه ماشي بحال داكشي الشاون ولا انتما كما الفطور ديالنا ديال هذا النهار بحال الشاون ياك بحال الشاون يا شوف والله الا داكشي زوين نايضر واعر الحمد لله سالينا الفطور وداكشي ومشينا شرينا واحد العصا شوف هاد العصا ما بقاتش خدامه السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي. هذه حقيقه من الاشياء اللي ما عمرني قلتها لكم. هو اخوكم كان كيحلم يكون عنده تاو بحال هذا البيرو ماشي يكون عنده استوديو بحال هكا بيكون صوت بحال هكا. يلا ليتس ميك فان. من الاشياء اللي كيعرفوش بزاف الناس هو اني كنقلد الاصوات ديال الرسوم المتحركه اللي ننطلق. وكنت شحال هذيك كنت باغي ندير الراديو تصوروا معايا نوريكم بحال هادشي. السلام عليكم ولكن الراديو باللغه العربيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي. اليوم سوف نضربكم بموسيقين رائعين لننطلق. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ الآن سوف أضربكم بموسيقى الجاز. موسيقى الجاز هذا اسم رائع، فلنذهب إلى أمك. والآن ستدخل الفتاة الجميلة ولديها الصوت الذهبي، فلتدخلي أيتها الفتاة الجميلة. إنني فتاة جميلة وصغيرة لكنني أمرق. لا تمرق يا صديقتي فلتنطلقي. لا، قالت لي أمي لا تتحدثي أمام الناس، وقالت لي أمي لا تغني أمام الناس. لماذا يا أختي لا تغني؟ فلتغني، فلتغني يا أختي ولتشتحي، فلا أحد سوف يعطيك وزة، ولا أحد سيعطيك وزة. فلتشتحي ولترقصي ولتغني ولتفعلي ما يحلو لك، فأنت إنسانة رائعة وأعطاك الله مميزات لم يعطها للرجل. أيها الغبي، ما الذي تقوله؟ تريد أن تعظم المرأة فإنها غبية. لا يا أخي، أنا أعطيها حقا. كم جميل الارتجال، تتحدث وليس لديك كتاب، تعيش حياتك وليس لديك عنوان، لا تعنن نفسك، أطلق ما تسرح في الحياة، أطلقها تسرح في الحياة، أطلقها تسرح في الحياة، أطلقها تسرح في الحياة، لعلك وجدتها بعضا من التكايات، فأنت فقط إنسان قد مات، إن لم تعش الحياة، أنت إنسان قد مات. إن لم تعش الحياة. كما رأيتم أصدقائي وصديقاتي ومحبينا عائلتي أيوب، أنتم أروع جمهور موجودون على هذا الكوكب. أتعلمون لماذا؟ لأنكم رغم أخطاء هذا التافه الذي يصور لكم لكنكم تحبون. عجبني هو أنني مني كان بحالة كي هوستيني شو أحد ولا مني كي ضايبني شو أحد في الدار وشي كنكتشف أنك لقى عنده شي موهبة ولا لقى عنده شي حاجة كديرة في الحياة ديالو. وهذه الأشياء من إن شاء الله بحق عندي واحد فكرة رائعة جدا ما نقولش لكم دابا، نخليكم مفاجأة، غنتلاقى معكم كاملين وغنعيش التجربة بحال اللي عشتها مع أخي إسماعيل وأخي هلال وتوفيق. إن شاء الله غنعيشها في المغرب كامل ومازال غنجي المفاجأة فيما بعد غندير لكم عليها فيديو كامل. دابا غير كندير لها التشويق. اوكي وان شاء الله دابا غيعسف لينا اخي اسماعيل ذاك الموهبه ديالك. اش كيتسمى هذا الفن؟ كيتسمى الغناء الكوراني ولا الاوبيرالي. كوراني الا كنتي الا كنا تنغنيو قدام الجمهور، يا اوبيرالي الا كانت اوبيرا يعني كانت متي او بينسيرو سولاني نوراتي فاتي
si posa sui clivi, sui colli. O violessa, note والله تعالى بوحد دابا اللي شاف هادشي شاف متخربط دابا لي قرايه هي مساله ديال الوقت. الموسيقى فيها واحد 80% ديال البورسونتاج ديال الميموار كتبي ميموار ميموار. انا كنت كنشوف هاد الكتاب وكنقول او واش دابا صح كيقراوها ولا وليا شي راه كاين الاشكال كاين. شوف باش تعرفوا ان العالم كبير بزاف. شوف انا كنت كنشوف هاد الماك كنقولوا قال هاش العيبه ولكن دابا هي حروف وقرايه وداك الشيء باش تعرفوا كل واحد العالم ديالو. ديما ديروا شي هوايه في حياتكم حيت الا داك القرايه اللي ما نفعتكش يمكن تنفعك ليها هوايه وديرها هي مهنه ديالك ومن بعد الا خدمتي شي خدمه بالدبلوم ديالك غتبقى عايش جوج ديال حياتين في حياه واحده. الحياه ديالك ديال الخدمه باش كتخرج كتحيد داك اللباس ديال الخدمه وداك داك ستريس وداك الحياه ديال الخدمه وكتلبس حياه اخرى اللي ما عندها حتى شي علاقه بالخدمه ديالك وهي الهوايه ديالك اللي كتبغيها. وانت الوحيد اللي كيستافد منها ما كيستافدش لا الباترون ديالك لا في البريفي ولا في البوبليك من ديك الهوايه والمهمه ديالك. ثانك يو سو ماتش. واو الفيديو ديال اللي كنت كنضحك فيه داك الشيء راح نتصور فيه بزاف وداك الشيء. الا بغيتو ديروا شي سميتو نديروا فيديو نديروا بونيس نحطوها في لاشين تبقاو تضحكوا شويه. مشينا هانس دي السمطه هذيك الخطره كانت درت واحد الفيديو ما درتش السمطه وانا غادي كندوي في الطريق علقوا عليها بزاف قال لي ايوب دير السمطه ايوب ها انت السمطه سيدي هاكا كنزيد ندير السمطه حيت انا ما مولفش كنركب في الطوموبيلات بزاف فاش بدات تبونسي ب 300 درهم اش بغيتي تعرف حقا دير السمطه ولكن صافي دابا احنا زيد باش نشري في السماعي صداع يلا الله يحفظك على خير هذاك خي اسمعي شكرا يا نادية فان شاء الله موعدنا قريب ان شاء الله صوف يلا واو وانت هاد رحلتنا في مدينة الرباط سلام واو عشي ما صورش بزاف الرباط ولكن ماشي مشكل ان شاء الله المرة الجاية كما قلت لكم الخطرة ان شاء الله غادي نمشيو وغادي نصورو كيف صوف يا شكرا اخي الله يعزك واو بلوغر ديال بلوغر ودابا انا ننطلق على بركة الله جاتي بغيت نشد واحد الطاكسي نمشي للمعارف عند خي الياس قال لي جيت تما باش نشوف الحلقه وانا نتلاقى مع اخويا عمر قال لي يلاه نديو مرحبا سيدي والله الا كازا ويني والله الا الناس ديال كازا سبحان الله جمهور كاين في كازا تبارك الله خصوصا كازا كبيره وداكشي الله يعزكم الله يحفظكم تحيه لواد كازا كاملين جبنا لي فلوق ديالك كنت نشوفوهم داكشي زوين الله يعزك غادي الله مرسل حمايتك الله يعزك شكرا شكرا الله يعزكم الله يحفظكم اخي عمر شكرا لك بزاف الله يحفظك فرصه سعيده لك مرحبا الله يحفظك والله الا شكرا بزاف الله يبارك فيكم تبارك الله فرصه سعيده عمر انا من عندك لكن صافي ان شاء الله ان شاء الله حفظك السلام واو دابا غادي نتلاقاو مع الياس بغيت تشوف اخوتي عرفتي دابا عند من انايا دابا عندي بحال هذا فين البلاصه عندي انا عندي انا عندي انا لا ماشي عندي انا نقول لكم عند من خرج عليا من داري مرحبا بكم الفامي ديال ايوب راه في كازا دابا معايا في الدار مرحبا بكم كاملين واو فخر الدين الله يعاودك مرحبا فخر الدين تشوفوا تلاقاو حاتمه حاتي انا حتى انا كندير واش ديال حاتمه بقى له والو يدير الفلوق حتى هو واش ديال كلشي كاميرا زايده حتى انت كدير الكاميرا مرحبا بكم مرحبا بالفامي ايوب مرحبا بالفامي واش حتى لافامي ديال الياس ديما فكرت انا لافامي الياس لافامي ديك العيبه حنايا راه هنايا كاينين وجدوا راه ديما وشنو ديما تيدخلوا عندي تيقولوا لي راه ايوب في كازا واش ما تلاقاوش بغيناكم تلاقاو بغيناكم تلاقاو هي ديك النهار فاش درنا الكونتاكت وهضرنا الحمد لله يا احنا سيدي خوت ما كاينش وان شاء الله دابا غادي نمشيو سميتو نمشيو مجموعين دابا لواحد ليفين ما شاء الله سناب شات داي يا سناب شات داي ان شاء الله ونشوفوا واش غيوقع تما واو عرفتي ما قبيله وحنا كنتسناو الطاكسي
في كازابلانكا. هادشي نشرب لكم كازابلانكا. كازابلانكا الحمد لله. ايوا بخير هانيا الحمد لله. فين كازاويه؟ كازاويه هانيا الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا. شكرا بزاف. احلى تلاقينا معاها. سلام ابونا وديروا سلام. شكرا بزاف. يلا باي باي. تهلا فراس. واخيرا سيدي احنا وصلنا. انا مع با ياسين. ضيفوني العائلة ديال الهلال اللي كان ضيفوني في حد سوا ديك الدير بصح. الحمد لله شدينا السور وتلاقينا مع الدراري بزاف بزاف. شحال انا كنشوفهم في الانترنت بحال ايتياس. بزاف بزاف من الشباب تبارك الله تلاقينا معاهم اليوم الحمد لله. وكنقول لكم شكرا بزاف على تبعت هذا الفيديو. ويلكم تشاو تشاو. غدا سيكون احسن ان شاء الله. شحال كاملين غنتسناوها.